النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية. بعدما شهدت المملكة لأجواء صيفية معتدلة خلال الأيام القادمة، يتوقع بإذن الله ارتفاع من جديد في درجات الحرارة، لكن ارتفاع يكون قليل على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الخميس وخلال عطلة نهاية الأسبوع. لا بأس أن نذكر بالمحاور التي سنستعرضها خلال هذه النشرة، وهي ارتفاع على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الخميس، وعودة الطقس الصيفي الاعتيادي هذه المرة في عموم المناطق، واستمرار لليالي اللطيفة والرطبة خلال الأيام القادمة. لا بأس أن نبدأ نشرتنا بصور أقمار اصطناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، لتوضح انتشار لكميات من الغيوم المنخفضة في المنطقة الشمالية، المنطقة الوسطى، أجزاء من المنطقة الجنوبية. عملت هذه الغيوم على هطول بعض زخات الأمطار الخفيفة والمحلية في المنطقة الشمالية، سرعان ما تناقصت كثافة هذه الغيوم مع ساعات النهار. نستعرض الآن وإياكم خرائط توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الأربعاء وحتى يوم السبت. يلاحظ يوم الأربعاء استمرار تأثر المملكة بهذه الكتلة الهوائية المعتدلة ذات درجات الحرارة المعتدلة والأقل من المعتاد، لكن اعتبارا من يوم الخميس تتراجع حدة أو قوة هذه الكتلة الهوائية وتنحسر وتبتعد عن المملكة، وبالتالي تعود درجات الحرارة للارتفاع، وتعود درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويعود أيضا الطقس الصيفي الاعتيادي خلال ساعات النهار. لكن خلال ساعات الليل يستمر الطقس لطيف في عموم المناطق، يصبح مائل للبرودة نوعا ما في المناطق الجبلية والسهول مع استمرار لتشكل الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح الباكر. ننتقل الآن ونعود للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس رطب خلال هذه الليلة وبارد نسبيا، 19 درجة مئوية فقط متوقعة. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الخميس تفرق لبعض الغيوم منخفضة، 28 درجة مئوية متوقعة. أما ليلا تستمر الأجواء مائلة للبرودة، 19 درجة مئوية. يوم الجمعة طقس صافي 28 إلى 21. أما يوم السبت 29 درجة مئوية إلى 20 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.